أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. تقدم في بداية البحث العقائدي أن الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام مهمة رئيسية، هاي الأقسام وهي أصول الدين المعبر عنها بعلم عقائد، يعني منظومة عقائدية، وفروع الدين هاي شو عبر عنه بالأحكام الشرعية، والمنظومة الأخلاقية هاي المسألة الثالثة. وقلنا أيضا أن الفارق الأساسي ما بين أصول الدين وما بين فروع الدين هو شنو؟ شنو الفارق اللي ذكرناه؟ أن أصول الدين والمنظومة العقائدية هي عبارة عن مفاهيم منعقدة على القلب، يقيم عليها العقل الاستدلال، وبعد ذلك تنعقد على اليمن على القلب. واضح لو مو واضح؟ جيد. وأما الأحكام الشرعية عبارة عن أفعال، يعني صفات لأفعال. الوجوب صفة لفعل إنساني، الحرمة صفة لفعل إنساني، واضح؟ أي متعلقة يكون أفعال. خل نجي إلى أصول الدين. كتبون ذهب العلماء إلى أن هناك رؤية كونية ورؤية أيديولوجية. ما هو الفرق بينهما؟ الرؤية الكونية هي عبارة عن مفاهيم ذهنية متسقة منسجمة ما بينها، مو احنا قلنا العقائد مفاهيم بس اكو انسجام بينات. زين. واما الرؤية الايديولوجية فهي عبارة عن شنو؟ سلوك عملي، السلوك العملي او آلية السلوك العملي. شايفين؟ هي الرؤية الايديولوجية ما خاصة بالفقه، اكو رؤية ايديولوجية تكون سياسية، رؤية ايديولوجية تكون مثل فقهية، واضح؟ والرؤى حسب نوع العلم، واضح؟ فالرؤى تختلف هذه الرؤى. فهي السلوك هي عبارة عن سلوك. زين، خلنا نرجع شوي للعقيدة. العقيدة عبارة عن أساس شنو؟ نظري، مفاهيم، يعني أساس نظري لو مو نظري؟ أساس نظري. والفقه أساس عملي لو مو أساس عملي؟ قال علماء العقائد كلما كان الأساس النظري محكماً ورصيناً ومتقناً نشأ منه أساس عملي محكم ومتقن ورصين، ما يقبل خطأ. لذلك احنا قبل شوي استدلينا على اليمن على مسألة جواز الجمع ما بين الصلاتين، مين؟ من القرآن. القرآن كتاب عقائدي، نتج منه جواز الجمع،
ما بين صلاتين. فكلما ولا يعقل، هم يقولوا ولا يعقل أن ينشأ ويتولد أساس عملي فاسد من عقيدة صالحة. كلما كانت العقيدة صالحة كان الأساس العملي شنو؟ صالح. وكلما كانت العقيدة شنو؟ فاسدة، كان الأساس العملي فاسد. لذلك انت شوف الدواعش، النواصب، الوهابية شنو؟ قتل، تفجير الأسواق، قتل الأبرياء، قتل من ناتج عقيدة فاسدة. زين؟ وشوف هذا الإنسان الملتزم بالإنسانية والرحمة والأخلاق والمحبة والمودة، هذا ملتزم أساسا عنده عقيدة صالحة بس ما يعلن. لذلك القرآن شو يقول؟ يبين هاي الحقيقة، الذين آمنوا وعملوا الصالح. هذا شاهدنا المعصوم سلام الله تعالى عليه، في بعض الأحيان يشوف أشخاص سلوكهم العملي متقن ورصين ومحكم ما عندهم أخطاء، فيسألهم عن عقيدتهم فيبينوا له العقيدة، يقول هذه العقيدة لا يحملها إلا السلف الصالح، إلا السلف الصالح يعني أصحاب رسول الله المخلصين. هيك قصدي. زين؟ فلذلك احنا ليش نصحح عقائدنا؟ لان منشأ الاعمال والسلوكيات باجمعها من ينشأ، ولا يمكن ان تكون هناك عقيدة بدون عمل صالح. ومن هنا المعصوم يبين يقول المؤمن كالبستان اينما وقع. قال المؤمن، يحكي بالمؤمن يعني الشيعي الاثني عشر، كالبستان اينما وقع نفع. ليش؟ عقيدته صالحه، اليه يصعد الكلم الطيب التوحيد. من شنو يرفعه؟ والعمل الصالح يرفعه، من يرفعه الى الله سبحانه وتعالى، يرفع العقيده الصالحه. لذلك اكو ملازمه جدا مهمه، اذا شفت سلوكيات انسان محكمه مطابقه للشرع والحق رصينه، فاعرف انه صاحب شنو؟ عليك حسن. فاعرف انه صاحب عقيدة حق. واضح لهم واضح. واذا رأيت شخص هو الذنب هسه انا اتعلم حاسبنا على الذنب شلون يصدر؟ شنو منشأ صدور الذنب؟ الاكراه وجود الله. جعل الله اهون الناظرين. مو؟ يعني اكو انسان دائما يستشعر وجود الله، يستشعر. يتحسسه قريب من عنده. فيستحي اذني. واكو انسان لا ما يستشعر وجود الله، هذا يتحسس وجود الناس بس ما يتحسس وجود الله. يجعل الله اهون الناظرين، هو الله يرضى. شوف يستحي من الناس وما يستحي من الله، اهون الناظرين. قدام الناس يستحي بس قدام الله لا ما يستحي. جميل نشأة شو العقيدة؟ عقيدة فاسدة. اكو خلل وضعالة عقيدته. إذا تلقى شنو يسقط، يشهر، يكذب، يبهت الناس، يطعنهم بأعراضهم، هاي عقيدة فاسدة، هاي عقيدة فاسدة من شئه. واضح الكلام؟ فلذلك شوف الحر عندما يقف أمام الإمام الحسين قائد جيش، الإمام يوبخه، الحر يطرق برأسه وين؟ إلى الأرض. إلا والله لو غير قال هذه الكلمة علقته بين السماء والأرض، معروف بالشجاعة. زين، التفكير اللي إجى إلى الحر ابن يزيد الرياح، تفكير خلال دقائق رفعه مكان عليا، مو صحيح؟ بينما إبليس عبد الله كذا سنة، مو يقول 6000 أو أكثر، عبادة بدنية وتعب ومشقة وجهد، وين وصلت عبادته؟
إلى أن يبرز إلى الله سبحانه وتعالى بمن بثوب المعصية والتمرد، مو صحيح؟ شوف التفكر اللي نشأ عبد الحر، من نشأ كان يعتقد هذا منشأ عقائد، كان يعتقد بأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأن علي بن أبي طالب هو خليفة الحق ووصي رسول الله بعده مباشرة. عقيدة هو منشأ عقيدة، يباوع الإمام المعصوم أمامه، ذاك ترك الدنيا وما هاي عقيدة، ينشأ منها عمل صالح. فأي إنسان يشوف عنده مخالفات معينة فأعرف أكو عقيدة بيضاء ما منعقد على القلب، بجوز هسه يقعد يستدل وكذا، بس هذا ما عنده عقيدة، مو صح، هذا عنده استدلال عقلي على وجود الله، نعم عنده، لكن هذا المفهوم اللي استدل به على وجود الله والمفهوم اللي استدل به على وجود المعصوم انعقد على القلب، لا ما معقول أبدا. لذلك تشوف بعض الشباب يجي يطبر لكن يسب الخالق، يطبر وما يصلي، ها موكب حسيني يتلفظ بألفاظ بذيئة، مو يعني، فهذا منين تنشأ يعني من ضآلة العقيدة وضعف العقيدة مع شديد الأسف. فلذلك هو الإيمان، نعم، لذلك الإيمان شنو؟ الإيمان بوجود خالق يراقبه في الصغيرة والكبيرة، ما أقول. فلذلك هاي القاعدة اليوم اللي أخذناها، كلما كان الأساس محكما ورصينا ومتقنا كان العمل الناشئ والمتولد والمنبتق منه قويا. فإحنا بهذا الكتاب شو راح نسوي؟ راح نبحث العقائد الحقة والعقائد الباطلة، واضح؟ حتى نقوى عقيدتنا بتجنب العقائد الفاسدة، والحمد لله رب